كابتن حماده، نقول قياده المفاوضات مع المهندس فرج عامر، وكيف تمت المفاوضات وكيف تم الاتفاق على توليك المسؤوليه؟ وكان بعض ترشيحات من فتره لسموحه وناديين تاني في مصر عن طريق وكلاء بيكلموا، بس انا كنت طبعا مرتبط بعقدي في السودان. ولكن حصل مشكله يمكن من 3 ايام بالظبط، حصل مشكله اتكلمنا فيها ما وصلناش لحل، خدت القرار ان انا لا خلاص هرجع. فحصل مفاوضات على طول، يعني مباريات الدوري كلها فيها صعوبه، الفرق كلها السنه دي يمكن خدوا درس من السنه اللي فاتت. الموسم الماضي 12 فرقه بتعاني من الهبوط لغايه اخر اسبوعين، فكله جهز نفسه بشكل كويس جدا، فكل الانديه استعدت جيد للموسم دوت، فالمباراه كلها قويه ما فيش ماتش سهل. احنا شفنا حتى الفرق الصاعده بتأدي قدام الفرق الكبيره بشكل جيد، بتكسب بتتعادل بتحرج الفرق الكبيره، فالمباريات كلها صعبه. الاسماعيلي فريق كبير طبعا، اكيد هتبقى المباراه قويه بيننا وبين الاسماعيلي، هو عايز يوصل واحنا عايزين نوصل، مين هيوصل في الاخر؟ اللي هيجتهد اكتر في الملعب ان شاء الله. انت خرجت بعد سيل من التصريحات السودانيه من الجانب السوداني باتهام الكابتن حماده صيد، ايه كابتن حماده ردك على هذه الاتهامات؟ ايه بتتكلم لرئيس النادي السوداني؟ ايه ده اللي انا قلته بالظبط ووضحته، قلت كان في بعض النقاط في العقد ما اتنفذتش، حاجات فنيه في الملعب، لعيبه، الجهاز الفني اللي معايا، كان في بعض مشاكل كتيره جدا دي تخل ببنود العقد. ده ما عجبنيش، يعني انا انت من حقك تتكلم على اللعيبه عشان دي فلوس النادي، هتجيب فلان تاني، بس لازم تاخد رايي انا كمدير فني، تاخد رايي واقول لك ايه المراكز اللي انا طالبها، ونبص ونشوف الاحسن. انا وانت عايزين ننجح، انا مش عايز افشل، عايز انجح، فبساعدك كرئيس نادي وبنتكلم مع بعض في اللاعبين. هو ما خدش رايي خالص وقال لي ده ملفي انا، وانا ما طب جاب مدرب عام من غير ما اعرف بعد ماتش النجم، قال لي ده ملفي انا، فقلت له انا كده متضايق بس. كابتن حماده، انا يعني خلينا نقول تعليقك على المحادثه التي اختلقت من البعض، وحتى مجلس اداره النادي الاهلي كلف المستشار كل ان هو اللي صرح بكده بانه يقوم برفع دعوه قضائيه على مختلق المحادثه، محادثه بينك وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ، تعليقك على ده؟ محادثه من الخيال بضحك عليها بس، لا تعليق طبعا، لو انا علقت عليها يبقى انا راجل مش هنزل المستوى ده طبعا. كابتن احمد الفنان، خلينا نقول رساله بتوجهها لاعيبه نادي سموحه قبل مباراتهم، انت اول يوم توليك النهارده المسؤوليه ان شاء الله، رساله بتوجهها لاعيبه نادي سموحه بتقول لهم ايه؟ وربنا يوفقنا مع يعني يوفقهم باذن الله ونقدر نعمل حاجه لنادي سموحه. نادي سموحه من الانديه الكبيره في مصر، مجلس اداره، لاعبين، محب النادي، النادي بيليه شعبيه، يعني نادي اجتماعي بس ليه شعبيه. لازم اللعيبه تقدر اسم النادي بشكل كويس جدا، تقدر المجهودات اللي بتعملها من مجلس الاداره، بتوفير كل حاجه، ده مهم جدا، لازم يجيب نتيجه، يعني في هدف هنشتغل عليه. احط لهم هدف من النهارده، هنتكلم عندنا محاضره، في هدف هيتحط من الاول خالص هنسعى عليه كلنا. مين هنوصل ازاي للهدف ده؟